السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين بشكله الجديد. ملف هذا الأسبوع مشاهدينا بعنوان لا للطائفية، وهو كذلك هاشتاج هذا الأسبوع، وهو الأول الذي نطرحه في هذا البرنامج، وسيكون هذا هو سياق العمل كل أسبوع بهاشتاج جديد يمثل موضوع الحلقة. اليوم سنناقش محاولات الأحزاب والميليشيات إثارة الفتن وإعادة العراق إلى مربع الطائفية. ننتظر مشاركاتكم للرد على كل من يحاول جر العراقيين إلى صراع بينهم وإلى تشظية المجتمع عبر استخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث هذه الأفكار. نتساءل اليوم مشاهدينا الكرام عن دور القضاء في ردع هذه المحاولات. الآن دعونا نشاهد هذا التقرير الذي وإن كان طويلا بعض الشيء لكنه ضروري، لأنه يلخص الأحداث الطائفية التي جرت وفي السابق وتأكيدات مسؤولين بشأن هوية من حاولوا ولا يزالون تفريق العراقيين. لنشاهد. هذه الصورة جسدت الشرارة التي أشعلت الصراع الطائفي في العراق، والتي راح ضحيته عشرات الآلاف من العراقيين وربما مئات الآلاف، وهي أرقام غير محددة، كون الصراع الطائفي الذي أشعل في العراق لم يسمح بالعد بسبب اتساع رقعة القتل والفوضى. إلا أن السؤال الذي طرحه كثيرون وأغمض البعض أعينهم عن جوابه هو: من وقف وراء ذلك التفجير الذي أحرق العراق؟ الإشارات وتصريحات القادة الأمنيين وشخصيات سياسية تذهب جميعها باتجاه تورط إيران بمساعدة أدواتها داخل العراق في تفجير المرقدين العسكريين في سامراء، والذي كان السبب في إحداث شرخ في المجتمع العراقي. فبحسب فلح النقيب وزير الداخلية الأسبق في فترة حكومة إياد علاوي، والذي شغل أيضا منصب محافظ صلاح الدين، أكد تورط إيران بتفجير المرقدين. فجر المرقد، يعني إيران تتحمل مسؤولية تفجير المرقدين؟ بالتأكيد، أنا يعني ما عندي شك يعني بالموضوع هذا. من أجل إشعال الفتنة الطائفية كما حدث؟ هسه هم حجتهم أنه هذا الإمام الأسير كإيرانيين في وقتها، بس طبعا هي إشعال فتنة يعني بالوقت. كما وصرح اللواء السابق غازي عزيزة، والذي شغل منصب مستشار وزير الداخلية في عام 2006، أن إيران كانت متورطة بإشعال الفتنة الطائفية في العراق عن طريق التفجيرات، وأهمها مرقد الإمامين. كانت هناك عمليات موجهة من دول إقليمية وهي إيران لإثارة النزعة الطائفية بين السنة والشيعة. التأكيدات على تورط إيران لم تتوقف عند هذا الحد، بل جاءت من حلفائها، إذ أكد النائب عن التيار الصدري عواد العوادي في لقاء تلفزيوني أن هناك تقارير تشير إلى تورط إيران بإدخال مجاميع إرهابية إلى العراق كانت سبباً بتفجير المرقدين في سامراء. يعني بمعنى أنه اللي صار في سامراء، كثير من التقارير اتهم بأنه أكو مصالح، أكو خلايا أو مجاميع إرهابية دخلت من إيران. كما وأكد مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي في لقاء عبر قناة العراقية الحكومية، أكد دور رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري في استمرارية الصراع الطائفي، حيث كان رافضا لفرض حظر التجوال، بل وقال بحسب الربيعي: دع الشعب يعبر عن غضبه كل بطريقته. اتهمني الأخ دكتور جعفري أنني جانبت الحقيقة عندما قلت في إحدى لقاءاتي التلفزيونية أن الأخ الدكتور جعفري لم يعلن حظر التجوال في يوم تفجير الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء في شباط 2006 عندما كان رئيس وزراء وقائد عام القوات المسلحة. والحقيقة أن ما قلته هو عين ما حدث باعترافه هو في نفس المقابلة التلفزيونية، حيث قال أنه لم يعلن حظر التجوال لأسباب لم يفصح عنها. قد حدث للجعفري وداعميه الدوليين ما أرادوا، وقادت هذه السياسة إلى تفعيل دور الميليشيات بشكل واضح في العراق بدعم وغطاء دولي. لا يخفى على كثيرين ما حدث في العراق نتيجة هذا الصراع،
ولكن الوعي المتنامي للعراقيين قاد إلى تلاشي هذه المظاهر، وأثبت هذا أبناء العراق الذين وقفوا ضد الظلم في ساحات التظاهر وأجمعوا على جملة واحدة، وهي بعد كل ما قيل سابقاً بشأن أسباب الصراع الطائفي ونتائجه تغيب العدالة عن التحقق، ولم تشهد المحاكم العراقية محاكمة مسؤول واحد عن كل الدماء التي سالت، بخاصة بعض المتهمين بقتل العراقيين والذين لا يزالون يتواجدون في العملية السياسية بعد الاحتلال منذ نشأتها. وربما سبب عدم تحرك القضاء هو فساده وفشله وخضوعه لضغوطات الأحزاب وميليشياتها، كما يؤكد هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. عنده مشكلة بالفساد لو لا؟ عنده مشكلة. مسؤول عن القضاء لو لا؟ لا لا، شو بقول لك يا، مو القضاء مسؤول عنه، أنا شو بقول لك يا، إحنا حمينا، إحنا ككتل سياسية، أكو يقدر واحد يحتوي واحد؟ مو القضاء كنا نروح نهدده. ها إذا القضاء كان يتهدد؟ نعم أنا أقول لك كان يتهدد. أنا خضع للتهديد. ها؟ خضع للتهديد. ما أقول اليوم ابن أمي ما يخضع للتهديد. أنا أقول لك يعني إذا تريد، أنا بيني وبين الله، الإنسان يجي بأن يتحدث اللي عليه وعدي. القضاء نضغط عليه نسوي كذا تعال ما أدري شنو، موضوع الفساد اللي. وين صارت معاملات راحت إلى الفساد؟ بس رحت معامل الفساد ونبدي لا ما أدري شنو بها توازن، هذا نعني به إنه ضرب الكتلة الفلانية، هذا معناه ضرب الأكراد، هذا معناه ضرب السنة، هذا معناه ضرب الصدريين، هذا ضرب معناه المجلس الأعلى. وجينا إيشنا هاي التوازنات السياسية هيها تتحمل مسؤولية الأخطاء الماضية، كلنا نتحمل. الآن وبعد أن علم العراقيون من الذي حرك الأدوات لضرب المجتمع العراقي الواحد، ألم يحن الوقت لتأكيد الوحدة الوطنية والوقوف بوجه حكومات الاحتلال وأحزابها؟ يتساءل عراقي. الآن مشاهدينا الكرام، بعد أن استمعنا وتابعنا هذه التصريحات وهذه الاعترافات بتورط إيران، هناك حديث أو بعض المحاولات من قبل وسائل إعلام تابعة لهذه الأحزاب، منصات في مواقع التواصل الاجتماعي، تثير الفتن وتحاول أن تسبب شرخا بين أبناء المجتمع العراقي، تشظي هذا المجتمع، تقوده إلى التناحر، إلى الاقتتال الداخلي وغيرها. يرد عراقيون بهذا التقرير الذي سنشاهده الآن، تقرير من الشارع من العراق، من العاصمة العراقية بغداد، تبين آراء العراقيين، أجوبتهم بشأن من يحاول أن يثير الفتن في العراق، وردهم على كل هؤلاء الجهات الحكومية وأدواتها الإلكترونية. دعونا نشاهد. أخي العزيز، ما استفيد من الطائفية؟ هم الناس المرتبطين بالدول الجوار، قسم من الدول الجوار، ويشتغلون الصالح دول الجوار، ما يريدون العراق يستقر ولا العراقيين نفسهم أن يكونون متلاحمين بيناتهم وأخوة، ويعني شغلاته ما يريدون يعني العراق ينبني من جديد بعد في سبيل هاي الأمور مال تشعال الطائفية وتأجيجها، يعني يخلون الأخ ابن العم ويا ابن العم مشاكل من وراء الطائفة، لأن احنا عندنا بالطائفة عندنا العشائر مالتنا، نص منا ونص منا، فذول هم العشائر مالتنا، احنا يعني ما يريدون هم الأخوة بيناتهم في سبيل العراق ما يستقر ويرجع إلى قبل بأمن وأمان مثل الأول. بالنسبة عندنا بالعظمية احنا ما عندنا أي نعراء طائفية هنا، يعني إذا أكو واحد اثنين واحد يعني واحد هذا يمثل نفسه، ما يمثل العظمية بالنعراء الطائفية. احنا اخوان ويا الكاظمية ويا كل المناطق، كل المناطق شعلة شعب حسينية، هاي المناطق كلها احنا متزاورين ومتفاهمين كعشائر بيناتنا، ما عندنا اي نعرة طائفية. اهل الكاظمية اخواننا وبيناتنا صلة رحم، ما عندنا، بس هذا الجسر، يعني هذا الجسر هو الفاصل بيناتنا، النهر يفصلنا، ولا احنا بيت واحد احنا والكاظمية من زمان، يعني من زمان عمامنا واهلنا كلهم بالكاظمية وايضا بالعظمية. اللي مستفادين من العملية السياسية
اللي هم قاعدين بالمنطقة الخضراء ويجيون يرجعون الطائفية مثل ما كانت بال 2006، بس ما ترجعوا ما تصير. والشعب العراقي افتهمها، إذا سنة وإذا شيعة، ماكو هذا الشيء بعد، مستحيل ترجع هاي الشغلة. الله أقولهم خلي يرجعون من ما جوي، يعني إحنا شعب واحد ومتكاتفين، إذا سنة وإذا شيعة. أنا من الأعظمية البحر كنت بالكاظمية، فهذا الشيء ما يرجع وما يصير بعد. والبيع عجبه خلي يروح يرجع من ما إجا، هو يعرف نفسه من ما إجا، خلي يروح هناك يشتغل. يعني المواطن ما راح يستفاد من موضوع الطائفية، أكثر مستفيدين هي الأحزاب والحكومة اللي تريد تخرب البلد، ترجع البلد للطائفية 2006. ومعقولة هاي ترجع بعد؟ الشعب كله فاهم وكله دارس الحياة، وتعال شوف نائب الأعظمية بالليل وقت السحور كلها من المدينة من الكاظمية من نهاية تلقاها نهاية السحر، وأهل الأعظمية ثلاثة أرباعهم تلقاهم بالكاظمية. يعني أنا واحد من الناس بيتي بالكرادة ومحلاتي بالعظمية من 2009 لحد هسه، للكرادة جماعتي ثلاثة أرباع أخواني وأصدقائي أكثرتهم شيعة، يجون الناية يجون الناية يريدون يتغدون سما يشتري، يقول هاي خابرونا أنا أجيبهم ونروح أجي. ما شفت فد شيء طائفي يعني، ولا شفت بين من المستفاد من الطائفية هي تريد تستفاد من هذا البلد، تريد تخرب البلد، بس هذا الموضوع كله. يعني ما حد يستفاد، ترى تصدق مواطن إنه يحكي بالطائفية، ومواطن أصلا أكثر بعض المواطنين يريدون جماعة تحكي بالطائفية ينسحب ويرده ويقول له، يعني أكثر العالم هيك، لأن تعبت العالم، تعبت 2006 تعبت العالم كله، الحين ما رجعت نفسها، والنوب جانا داعش هم من تعب العالم، فلا توقع مواطن يستفاد من الطائفية أبد. ماكو طائفية إن شاء الله، وهاي شغلة ماتت نهائيا، يعني من جذورها انشلعت، من جذورها ماكو طائفية، إن شاء الله متعود بعد، وكنا أخوة دين واحد قبلة واحدة. ماكو شي حاجة مال يرجعون الطائفية، ليش ترجع الطائفية؟ يعني بيناتهم بتصير؟ ما يجوز هذا مطلقا، ما يجوز طاقة، ما يجوز يعني. عملية متهين من عندها إن شاء الله، بعون الله ومحمد وأهل البيت، ما تعود، كلهم أخوة بكتاب واحد، كنا معون واحد، شعب واحد، أمة واحدة، وكنا عراقيين من الجذر للرأس، عراقيين عراقي. يعني هو الطرف الثالث، الطرف الثالث هو اللي مستفيد به. احنا بعيدين عن الموضوع إن شاء الله، عن الطائفية، الطائفية ماتت وراحت بوقتها، ناس جهلة دخلوا بيها وسووها وفعلوها، مرتزقة كانوا في الموضوع، فصاروا بعيدين إن شاء الله على الموضوع هذا. وبعدين يعني أنا علاقتي بأهل الكاظمية يعني خويا، يعني أنا قصاب، عندي قصاب صار لي 25 سنة أشتغل وياه، يعني من أيام والدي إلى حد هاي اللحظة. تصور يمكن أقول لك أول كاظماوي، نقول إحنا يعني أهلنا أهل الكاظمية، بس أول كاظماوي اللي طب العظمية. تدري من طب العظمية سوى الاحتفال؟ والله مثل ما أقول لك، يعني هم اللي مستفادين هذول، اللي قلت لك مثل ما أقول المرتزقة اللي جوا من خارج البلد، اللي دخلونا هاي الأمور، اللي جوا على الدبابات الأمريكية، اللي دخلوا هاي الأمور. إحنا كنا ما نعرف شنو شيعي شنو سني أو شنو، يعني ما أعرف، تفاجئنا بهالأمور من وعينا عليهم، بس الحمد لله جاهلنا هاي الأمور وصبحنا يعني رجعت الحياة، رجعوا يعني ما نعرف. يعني صار اليوم أحكي وياك، يعني ما أعرفك أنت شيعي وسني، هاي الأمور جاهلناها بعيد عنا. احنا كنا مسلمين، احنا نبينا واحد، ما عدنا احنا امتنا واحد، يعني كنا الامام علي من عندنا وبينا، سيدنا الحسين من عندنا وبينا، يعني احنا ذول الوسخ رجيهم ما نوصل مثل ما يقول، فبعيدين عن هاي الامور ان شاء الله. هذا الوتر لعب عليه سياسيين فاشلين في بداية الامر، ما عندهم ما يملكون اي مشروع وطني، فلعبوا على هذا الوتر لاستمرار وجودهم بالعملية السياسية. والان الشعب اصبح واعي، شعب واعي بالنسبة لكل الشعب العراقي، ما ممكن أنه يعيد الطائفية هذه ولا يتقبلها المجتمع. وبالنسبة مثلاً حنا عندك يا شمر، حنا نصنا شيعة ونصنا سنة، يعني شو نذبح عيال عمنا، نذبح أخواننا، نذبح نسبانا، ما تصل هذا. أي واحد يفكر أنه يعيد الطائفية فهذا غلطان، لأن الشعب واعي، وما أعتقد تعبر عليه ما عبر عليه من أغناعهم السياسيين وبعض رجال الدين اللي للأسف إسلامهم سياسي أو إسلامهم من أجل غاية مو من أجل دين، لأن الإسلام ما قال الله ورسوله فقط، مو هو أنه تكون له مصالح سياسية أو فئوية، هذا أنا حسب اعتقادي. هو القانون واضح، إذا يطبقون القانون عقوبته واضحة، بس ما حد يطبق القانون، لو يطبق القانون ما صار هيك. وأنا أحكي لك القانون مو بس على الطائفية، حتى النزاعات العشائرية هسه اللي تشوفها ما حد يطبق القانون، القانون بس على الفقير، يطبق بس على الفقير. لو كانت اكو عدالة اجتماعية بالمجتمع وقضاء عراقي عادل ما صار هذا الشيء، القانون يطبق بس على الفقير.
خلنا خالف وانا هسه هنا يطبق عليها القانون. غيري لا، غيري لا. احنا جاي نشوف بعيوننا، احنا جاي نشوف بعيوننا. القانون فقط على الفقر، اللي يزرع الطائفيه لازم ياخذ جزاء العادل. الشعب العراقي ما يقبل بالطائفيه، احنا كاسه وافراد شعب معه. انا هسه ايش قد احنا هنا من الموصل من الرمادي هنا يشتغلون وياي، من كل المحافظات يشتغل، ما بيناتنا طائفيه. الطائفيه السياسيين، هي الطائفيه اصلا سياسيه، جابوها الامريكان بعدين استلموها سياسيين الان. مشاهدينا الكرام، كانت هذه مجموعة من آراء المواطنين العراقيين بشأن تساؤلات طرحت عليهم تخص الأسباب التي أو المسؤولين عن محاولة إعادة العراق إلى مربع الطائفية، المستفيد من هذه المحاولات، وكذلك دور القانون والقضاء في التعامل مع مثيري الفتن ومحاولي إشعال الشارع العراقي مرة أخرى بشأن من أجل الاقتتال ومن أجل تجضية المجتمع ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وفئوية وغيرها. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم عن طريق الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا هناك خدمة واتساب تقدمها قناة الرافدين، بإمكانكم أن تشاركوا عن طريق إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. ويانا أول اتصال محمود من الموصل، تفضل يا محمود، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذول أحزاب سموا العراق أستاذ، يريد أقول لك نور المالكي وهذا العمري هم الكوت والبصرة وديالة، هذا العمر قبل بكلش يكون بيه عساتل الخزعلي والجياب جاضمين كالرماد والموصل. أريد أحكي لكم يا العدل، البارحة حتى صاروا ما خلي قنام بجزيرة العراق السني يموت، يجي طيار مرتزق يضرب لي الرحيان هنا بالحبر. سيد محمود، صوتك مو واضح، أرجو منك تعود الاتصال مرة ثانية. نستقبل اتصال من أسامة من كركوك، تفضل يا أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، حياك الله. أستاذ، أشكركم على هذا البرنامج على المواضيع الحلوة. الله يسلمك، تفضل. بالنسبة لموضوع حلقتكم حول الطائفية بالعراق، نعم، عمرهم ما كانوا طائفيين ولا كانوا يفكرون بالطائفية، وبدليل بعد الاحتلال الأمريكي وقبل ما تجي هاي الأحزاب والمرتزقة لمدة سنة لم تسجل أي حالة طائفية أو انفجار، لكن بعد ما جت هذه الأحزاب ميليشياتها وزبانيتها بدأت التفجير والقتل الهوية. التقرير اللي عرضناه في البداية يؤكد بحسب اللي موجودين في العملية السياسية اللي كانوا موجودين منذ الاحتلال في فترات معينة، مسؤولين أمنيين أكدوا تورط إيران. ليش احنا اليوم نشوف الأحزاب الموجودة داخل العملية السياسية بعض الجهات تدافع عن إيران، تبرر لإيران وجودها في العراق، تقول هذه الجارة، تقول إيران اللي ساعدتنا؟ إيران بحسب أغلب من في العملية السياسية يؤكدون تورطها بالتفجيرات اللي صارت في العراق، تورطها بإدخال مجاميع إرهابية، تورطها بمحاولة إشعال الطائفية. ليش هذه الأحزاب تتغاضى عن هذه الانتهاكات اللي ارتكبتها إيران واللي نفذت عن طريق بعض أدواتها في العراق، ويحاولون يبررون وجودها ويحاولون يجملون صورتها؟ نعم أستاذ محمد، لأن عندما تدان إيران من قبل المجتمع الدولي، إذا كان مجتمع دولي ومن القوى الوطنية، راح تدانها الأحزاب اللي مولي لإيران. كل قواهم يعني يسوون إيران، يعني إنه إيران هي وردية تحب السلام. يعني بدليل الشيخ علي قبل شهر قال بعض الإنسان اللي فجروا مقعد الإمام العسكري في سامراء، قال جهات عسكريه وسياسيه مرتبطه بايران، بل النص قالها. يعني هذا يقولوا شاهد من اهلها. ايران هي اللي تسبب الخراب. انا ما برر لك انه اسرائيل هم اذها ادواتها واجرامها بالعراق، لكن الاجرام الاول بالعراق هي ايران. طيب صراحه انا اشكرك سيد اسامه من كركوك، شكرا لك.
يعاود الاتصال محمود من الموصل مرة ثانية. تفضل يا محمود، حياك الله. موجود؟ فقدنا الاتصال ويا محمود. طيب مشاهدينا الكرام، هي كانت مجموعة من التساؤلات التي تطرح والتي أيضا نطرحها على حضراتكم الآن للمشاركة بإبداء آرائكم للإجابة عليها. من أهم الأسئلة التي تطرح اليوم في العراق هي القانون وكيف يطبق في العراق. الحالات التي يشاهدها المواطن العراقي اليوم والتي يتم متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على أو من خلال شاشات في قنوات فضائية موجودة في العراق، يشاهد المواطن بأن هناك محاولات تحريضية من قبل صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لها توجهات معينة تحاول إثارة الفتن في العراق، أو عن طريق محللين سياسيين أو أشخاص يظهرون على قنوات فضائية تابعة لأحزاب في العملية السياسية ينشرون تصريحات أو يبدون آراءهم بشكل فيه محاولات لإثارة الفتنة، أو فيه محاولات لاستهداف طرف آخر، طرف معين في العراق، أو فيه محاولات لضرب جهة معينة في العراق بطريقة مستفزة ومثيرة كما قلنا للفتن. السؤال هو القانون لماذا لا يطبق على هؤلاء؟ لماذا نرى الآن من يعبر عن رأيه من المتظاهرين، من الناشطين، من أي من العراقيين يعبر عن رأيه بطريقة بلا تجاوز، بلا أي محاولة لإثارة الفتن، مجرد أنه عبر عن رأيه يستهدف طبقة سياسية يراها هو فاشلة، يراها لا تستحق أن تتواجد في العراق، يتم رفع مذكرات أو دعوات عليه ويتم جلبه واعتقاله وغيرها. لكن هذه القنوات الفضائية أو هذه المواقع الإلكترونية أو الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نرى بأنها حرة تغرد أو تصرح بما تشاء، وهذه التصريحات أو التغريدات تحمل الكثير من الإشارات أو الكثير من التهم الباطلة أو الكثير من المحاولات المثيرة للفتن أو المحاولة المزعزعة للأمن المجتمع العراقي، ونرى بأن القضاء صامت عن هذا الموضوع. برأيكم هل القانون يطبق بشكل عادل وعلى الجميع في العراق؟ معنا اتصال السيد ناصر من بغداد، تفضل. مرحبا أستاذ محمد، حياك الله. أستاذ محمد، بخصوص هذا الموضوع، هذا الموضوع مؤلم للعراقيين مال الطائفية. الطائفية أصبحت مرض للعراقيين، لحد الآن هم يعانون من آلامها، ولحد الآن هم يتذكرون المعاناة مالتها. هذه الطائفية عند الطبقة السياسية اللي مرتبطة بإيران فقط، اللي ارتباطهم بإيران، يعني لا الأخوة الأكراد عندهم ولا القائمة العراقية عندهم، الأحزاب الدينية اللي جذورها إيرانية ومعروفة. يعني احنا ما نريد انه ننتهم جهه معينه، لكن هم لحد الان يراهنون على الطائفيه، خصوصا يعني من وقع الامام علي الهادي عليه السلام. يعني احنا كعراقيين عندنا شكوك بدوله معينه، يعني ما نريد انه نقول فلان، لكن الطائفيه بدوها بسقوط الامام عليه السلام. احنا نكره الطائفيه، والشعب العراقي ترى متعاسف. سيد ناصر الموفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق قال بأن إبراهيم الجعفري هو طبعا طالب في لقاء تلفزيوني، طالب بمحاسبة كل شخص، هو برأيه بمحاسبة شخص أو أي شخص مسؤول عن ما جرى من تصعيد بالأحداث. هو طبعا ربما قد يكون ضرب سياسي، صراعات سياسية بيناتهم. القصد أنه القانون في العراق لماذا لم يطبق على الجهات التي حملت السلاح وقتلت العراقيين الأبرياء، على المسؤولين في الدولة الذين سمحوا بأن يتأزم الوضع في العراق ويرفع السلاح ويستخدم؟ يعني من يعترف موفق الربيعي ويصرح وهو يتحمل مسؤولية التصريح، يقول الجعفري رفض فرض حظر التجوال وقال خلي الناس تعبر عن غضبها. هذا التصريح هو إدانة صريحة للجعفري بأنه كان سببا في إبقاء الوضع وتأزيمه. ليش القانون ما تطبق على هؤلاء ولغاية الآن نشوف الميليشيات اللي قتلت المسؤولين اللي ساهموا بإشعال العراق موجودين بعدهم وفي مناصب؟ طيب نعم أستاذ محمد، أنا أقول لك أنه يجي الحالة شلون من طلع يبكي بالتلفزيون، فالبكاء ماله أنه ما معروف على الإمام لو على الوضع، البكاء هو من زيد الآلام، خصوصا يمنا بالكاظمية أحد المعممين شجع الطائفية بقتها شجع الطائفية، لكن هسه من تروح له انسان تلقيه انسان سوي وسليم عاليا.
يعني صارت عنده سهو الضمير، سهو الضمير. أنا يعني ما أتهم أنه كان سهو الضمير، كل العراقيين صارت عندهم سهو الضمير. والطائفية أستاذ محمد نحن نطلع عليها وعلى من شجعها إلى يوم الدين. أنا لكن قد عندنا نساء سنيات، عائلة خمسة سنيات بس، إحنا مع واثنين ورا الأحداث الزوجين، ورا الأحداث الزوجين السنيات عندنا بالشيعة. شوف والله سيد ناصر، إحنا يعني هذه هذه الأطروحات، المصطلحات السنة والشيعة، هذه المصطلحات جاءت بها هذه الأحزاب، هم الذين جلبوها، هم الذين استخدموها وتداولوها بينهم وحاولوا نشرها بين أبناء العراق، أنه استخدموا هذه المصطلحات سنة وشيعة للتفرقة. العراقيين عمرهم ما كانوا يعرفون هذه المصطلحات، وما كانوا حتى يتجرؤون باستخدامها، لأنهم لا يقتنعون بهذه الأطروحات. والدليل أنه اليوم بعد 19 سنة من هذه المحاولات المستمرة نشوف اليوم أبناء العراق شعب واحد. أنا أشكر حضرتك سيد ناصر من بغداد، ويانا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشعب العراقي واحد من شماله إلى جنوبه، من شرقها إلى غربها. والله العظيم ما زرعوا الطائفية وجاوبوا الطائفية هؤلاء العمائم النجسة، هؤلاء الميليشيات القذرة التابعين لإيران. هم يقولون على الطائفية لك أنتم صنعتم الطائفية، يقولون على الحرية والديمقراطية. واحد يتكلم يقول له أخي ليش تسرقنا، ليش تنهبنا، كفاكم سرق، كفاكم بوب، ها يعتقلوه ويهينوه ويقتلوه، ويجيبون من البحرين معارضين، على أساس هم معارضين من البحرين، من البحرين الآلاف جواز البحرين بكل العالم بدون فيزا. بس يعني حتى لا تتوسع، لا تتوسع بالفكرة، خلينا بالعراق. ما أوسع جاي يقول لك هم جاي يجيبون معارضة، واحنا من نقولهم ليش تبقون يعتبرون احنا مو معارضة، احنا يعتبرون احنا ارهابيين ودواعش. عمي ذولا خلقوا الارهاب، انتم يا معممين، انتم يا ميليشيات، يا احزاب، انتم صنعتم الارهاب، انتم صنعتم الطائفية. سؤال ابو علي، ابو علي واحد. ماشي. نعم. سؤال، اليوم احنا نتابع بالعراق انه الاحزاب موجودة ومسؤولين في العراق وحتى مؤسسات اعلامية، اذا واحد اعترض من العراقيين ونشر رأيه ينتقد سياسة أو ينتقد فشل حكومي، نلاقي الحكومة يعني صارت عصبية، رفعت دعوة عليه من مسؤول طبعا أو من جهة، رفعت دعوة على هذا الشخص العراقي اللي هو عبر عن رأيه بشكل طبيعي، نلاقي القانون طبق فورا وجابوا لهذا الشاب أو هذه الفتاة أو هذا الرجل، تم اعتقاله بتهمة الإساءة إلى هذا المسؤول أو بتهمة التلفيق أو غيرها، في حين أن هذه المؤسسات الإعلامية أو حتى أتباع هذه الأحزاب في مواقع التواصل يهاجمون العراقيين، يطعنون بالشرف، يحاولون إثارة الفتن، يحاولون تقسيم المجتمع، يطلعون على القنوات الفضائية مسؤولين أو محللين سياسيين، يضربون بالمحافظة الفلانية وبأبنائها، يهاجمون الطرف الثاني وأبنائه وهكذا، وماكو أحد يتدخل لمحاسبتهم. لعد القانون ليش موجود؟ إذا هم يقولون إحنا موجودين لمنع إثارة الفتن أو مثيري الفتن ومحاسبتهم، ليش واحد مثل أبو علي العسكري زعيم ميليشيا حزب الله يحرض على محافظة الأنبار نلاقيه بعده موجود في منصبه ويغرد ويعبر عن رأيه وما حد يتدخل؟ ليش العراقيين من يعبرون عن رأيهم يقمعون، يعتقلون، يغيبون؟ عنده مئات الآلاف وياه وسارق الملايين وعده سلاح وعده كذا، منو يحمي الناس المساكين؟ أنا يا أبو علي النجفي ممنوع الآن أدخل للعراق، ليش؟ لأنه أنا جاي أحرض الإرهاب، أنا علي أربع إرهاب، جاي أقول له عمي ليش تبوق، ليش تنهب أربع إرهاب؟ نور المالكي من يسرق المليارات، هذا الآن في الحكم مقتدى كذلك. أخي دولة صنعوا الإرهاب، دولة صنعوا الطائفية، دولة صنعوا يعني مشكلة، دولة مشكلة عمي، ما يطلعون إلا إلا الشعب لازم يثور، وطلعوهم عمي سحوا لهم بالشوارع. طيب. شكرا أبو علي من لندن. الله. أبو عبد الله من صلاح الدين ويانا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ عزيز. حياك الله أبو عبد الله.
انت استاذ العزيز الطائفيه، الطائفيه واحنا نعرفها حيه على الصلاه الطائفيه الجوي من برا الحدود، الجوي على ظهر الدبابه. نعم. هم خلقوا الطائفيه. شنو مصلحتهم؟ شنو مصلحتهم؟ مصلحتهم فتنه بين الشعب الظالم التي هي هات سني هات شيعي ماكو، وهي كلها لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. كلها تتوجه على قبله وحده، كلها دينها واحد. بس اكو ناس، اكو ناس عقولها محجره، اكو ناس عقولها محجره. نعم. وهل هو لابس حمامه بس ينقش على الحمامه اللي قلب بها سيدنا الرسول، ينقشها. ليش ما التفت هذا المسؤول الى الانجاز بدل ما يحاول يدمر المجتمع؟ ليش ما اصلحوا المجتمع مثل ما وعدوا العراقيين ان هم من جاءوا بعد الاحتلال قالوا حنبني العراق، حننهي المشاكل الموجوده به، حنعيشكم حياه مستقره، ويطلع واحد يقول لا دوله مثلكم، ويطلع واحد لاخ يقول يمدح يقول هاي التجربه الموجوده بالعراق الديمقراطيه ما موجوده بباقي العالم. طيب الانجازات وين؟ اليوم احنا بعد 19 سنة نسأل عن الانجازات، انجازات هؤلاء المسؤولين اللي يطلعون بخطابات طائفية وعنصرية وغيرها، وين انجازاتهم على الارض؟ هاي كلها تشرب بشرب. هو من يقول لك والله احنا جينا نسوي ديمقراطية، ديمقراطية قبل كم يوم تطلع بلشت على قناة صلاح الدين او اي قناة او مليا قناة بالضبط كوريا او مليا هيش دولة البطرون الضيق عيّعوا يحاسبون عليه، جاب لنا الديمقراطيه الشاب يلبس برموده لو البنت تلبس 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 الستريج ماكو كانه معالي، هاي الديمقراطيه من طيح الله هي ديمقراطيه وطيح الله حظ الجابه. طيب تقييمك لي اسمح لي تقييمك لدور القضاء في العراق، برايك هل القضاء او العداله بالعراق تعمل بشكل صحيح؟ لا، كل من يقول لك القضاء يعمل بشكل صحيح بالله انت كاذب ومذبذب ومنافق. ليش؟ القضاء هو رب العواج، القضاء رب العواج. وانا قايلها قبل، يقول لك علماء الدين وقضاة وقضاء والقضاة هم ملح البلد، فكيف اذا الملح فسد؟ يعني ملح من يفسد الملح بعد خربت الدنيا كلها. القاضي تلقيه مرتشي. طيب. يقلب المادة البريء يصير قاتل والقاتل بريء. حتى هذول المخدرات من يطلعوا بالتلفزيون والله سووا قبض على شبكة مال عصابات مخدرات. انت ايش تسوي؟ وش وجهه؟ طلع وجهه وخلي يطلع وجهك قدام الشاشة وخلنا نعرفه منو. نعم. ليش لغاية اليوم يا ابو عبد الله ما شفنا محاسبة مسؤول عن اي انتهاك ارتكبه؟ يعني الموضوع طائفية، اليوم نتكلم عن مثيري الطائفية في العراق، لكن أيضا نتكلم عن أي مسؤول ارتكب أي انتهاك، سرق المال العام، قتل، أثار فتن أو روج لأفكار طائفية أو غيرها، ليش ما شفنا محاسبة مسؤولين؟ هل هم فوق القانون؟ فوق القانون، وفوق القانون بأربع نوبات، مو بنوبة واحدة. أنا من الذين انتهك حقي من أروح على مسؤول أكبر اللي مو يمي بالنزاهه، يقول مو النزاهه يراد لها نزاهه، المفتش العام يراد لمفتش عام، القاضي يراد لقاضي احنا من عنده. وكلها فازه فازه. يعني قاضي يراد يجي 11 مليون او 7 ملايين او 6 وياخذ رشوه بعد الشنطه هذا القاضي. شكرا جزيلا ابو عبد الله من صلاح الدين، ويانا ابو مروه من كربلاء، تفضل. شكرا جزيلا، السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك اخي. نرجع لورا الى المربع الاول، عندما انتهى مجلس الحكومة. نعم. وانتهت حكومه اياد على الجماعه، كان ما عندهم اي برنامج شلون يخلون يلتفون المواطنين حولهم. والا المواطن بذيك الفتره ترى العراقي مدني، توجهه مدني ابدا مو طائفي. لان ما عندنا اصول طائفيه، العراق ما دي كل جذور طائفية أبدا. هذا 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 مو هذا مو حكي مثالي، هذا حكي واقعي. لكن بعض البسطاء من الناس تصوروا هاي الجهة تمثل مكون. فعليه بما أنه وأنا ألف تحية للهوية الوطنية، أريد أمثل مثال أنا مش عراقي مسلم شيعي. وشكل كنت اتوقع
كنت أتوقع عن الإنسان البسيط أنه هذا هذول الناس راح يخدمون بلدي من خلال الطائفية. طيب. تعرف؟ طيب. فبعد دورة انتخابية، بعد دورة ودورتين، حسوا الناس أنه حتى مو طائفيين يا أخي. يا أخي أنا يعني شو تسميهم طائفيين يا أخي؟ بدأت الدائرة تصغر طائفية مناطقية، الآن صارت عوائل. حتى الناس البسطاء اللي يحبون طوائفهم من كل الطوائف الآن عرفوا أنه القضية حتى مو طائفية، لأن أنا لو كنت طائفي أحب أبناء طائفتي. والدليل تعال شوف شوف المناطق محسوبة. لعد شنو اللي يمكن أن نوصف به الحال أو السياسة المتبعة؟ يعني نعم. حضرتك دا تقول وبالمعنى المختصر أنه ذولا نعم. لو فعلاً يحسب محسوبين على هذه المحافظات أو على هذه الطائفة أو على هذه المناطق كان نعم. خدموها نعم. وتمام؟ نعم كان قدموا نعم. شيء لأبناء محافظاتهم أو مناطقهم على الأقل. نعم على الأقل نعم. طيب شنو التوصيف اللي ممكن نوصف به السياسيين؟ طبعا احنا مدى نتكلم عن طائفة معينة حتى ما نسير بنفس الاتجاه اللي هم يمشون به. احنا نسأل ذول اللي يحسبون نفسهم على هذه المحافظات وأن هم يمثلون اللي انتخبوهم على أساس، وهم رغم انه هي هالانتخابات بها قضية تزوير وكذا، لكن المختصر شنو ممكن ان نوصف به هذه الحالة او هاي السياسة اللي هم دا يستخدموها؟ نعم هاي السياسة اخي هم عندنا في سمر سياسة فن الممكن. انا اريد اوصل للهدف اللي اريده باي وسيلة. نعم. احرق هذا احرق ذاك اسمي نفسي طائفي يا اخي، هاي الحالة ولله الحمد هذا من خلال الاستطلاع اللي سويتوه الامام شاشتكم. نعم. مفرح هو مو شيء عجيبة، لكنه خديش هذا العالم، هذا هو حال العراق. نعم. فألف تحية للهوية العراقية. شكرا. وألف تحية. أنا أشكر حضرتك وأعتذر طبعا لأن المتصلين ينتظرون الحلقة. أيضا كانت هي رسالة للمغرضين، لمن يتصيدون بالماء العكر، لمن يحاولون تشويه صورة هذه القناة والضرب ضرب سمعتها وخطها الوطني، أنه لا نخشى من طرح هذا الموضوع. وهذا الموضوع قررت أن أبدأ به هذه الحلقة بالشكل الجديد حتى تكون رد على كل من يحاول يعني توجيه أصابع الاتهام أو سهامه إلى هذه القناة، وهو صد للمغرضين الذين يحاولون تشويه سمعة هذه القناة بخطها الوطني. نستمر معكم مشاهدينا، ويانا أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. بخصوص الطائفية التي في العراق وكيف نشأت وكيف عملت وكيف حققت بعض الأهداف، قبل كل شيء الطائفية التي أرادها المحتل الأمريكي والإيراني، هذه الطائفية كانت لها أهداف، وأهداف هذه الطائفية فرق تسد. أرادوا أن يفرقوا أبناء هذا الوطن لكي يتسيدوا ولكي يسيطروا على هذا الوطن. فجندوا ما جندوا من الطائفيين الذين اتخذوا شعار الطائفية شعارا ومبدأ ومنهجا لهم. ومن هذه العناصر الطائفية الميليشيات التي قتلت وسلبت وهجرت على اسم الطائفية. نعم. وعلى الهوية. نحن كعراقيين ونحن كأبناء سنة في الأنبار لا نقبل أن يقتل شيعي على الهوية. وكذلك لا نقبل أن يقتل سني على الهوية. لماذا يا أخي الكريم؟ هذه من ألعاب المحتل. هذه من ألعاب المحتل، لأن المحتل الأمريكي والإيراني. نعم. يعلم أن الشعب إذا توحد سيكون خروجهم محتوما. سؤال باختصار يا أبو سمية لأن الوقت تشارف على الانتهاء. اليوم لما نشوف هذه المحاولات، أليس من الأولى بأتباع هذه الجهات أو بمن يحاولون إثارة الفتن أن يسأل نفس السؤال، أن وين المنجز على أرض الواقع؟ اليوم إحنا لما نشوف هذه الأحزاب تحاول إثارة الفتن في العراق وتحاول ضرب المجتمع العراقي، أليس من الأولى أن يسأل من يتبع هذه الأحزاب
أنه منجزكم على الأرض وين؟ بالقطاع التعليمي، بالقطاع الصحي، بالقطاع الأمني، شنو اللي حققتوه حتى تروحون بعدين تتكلمون بالطائفة وبالدين وبالمذهب وبالمناطق وغيرها؟ أخي الكريم، ما قدموا أي شيء لا للتعليم، بل هم دمروا التعليم. وما قدموا شيئا للأمن والأمان للمواطن العراقي، بل هم دمروه وحاربوه في حياته وفي كرامته. ثم بعد هذا تريدون من أصحاب من أتباع طائفتكم أن ينصروكم، وهذا هو الوتر الذي يلعبون عليه. على أننا نمثل الطائفة الفلانية فأعينونا لكي لا تتفرق. باختصار يا أبو سمية، هل من في العملية السياسية يمثلون أبناء مناطقهم فعلا؟ لا يا أخي الكريم، وهذه لعبة قذرة. طيب شكرا جزيلا. أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وبالمشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك. والله يا أخي، إحنا بالنسبة للعراق إحنا والله ما كنا نعرف الطائفية هذول. نعم. يجوا على ظهر دبابات وصار احتلال العراق، وهذا يقول لك أنا شيعي، وهذا يقول لك أنا سني، وهذا يقول لك أنا كردي، وهذا يقول لك ما أدري أنا بابليون، وما عندنا الشغلات يعني أبد. أبد مشان عندنا هاي استعملوها كلها أوضاع الانتخابات هاي واحدة، ويستعملها الإيراني والأمريكي لقتل الشعب بعضهم البعض. يعني حتى عندنا حساب تركمانية هم تشتغل على الطائفة، يعني الفقه والله العظيم، يعني حتى يوزعون سلة غذائية يعني بس جماعتهم ينطوهم، يعني كتركمان أو ككرد أو كشيعة. تشوف الحشد الشعبي يعني رافع راية الحسين، زين احنا وين الحسين؟ وين عليه السلام الحسين الله يرحمه بالجنة؟ أنا متأكد. سؤال أبو عبد الله، سؤال، هل القانون في العراق يطبق بشكل صحيح وعلى الجميع؟ لا أكيد. شلون عمل برأيك؟ كيف يعمل القانون في العراق؟ طب شوف، القانون هنا بس على فقر ذي الشتاب. هذا اللي عنده ظهر وتمشي أموره، هذا ما القانون مو وياه، مو ما يقدر يستعمل اي حاله وياه، ما يقدر. نعم. القانون بس على الفقير. يعني شوف، احنا سمعنا هواي، واحد اخذ لك وضيت حليب او قطتين حليب سرقها على اساس مع العلم الاطفال ما اخذوا، يعني ما ياخذها يبيعها او يستفاد من عدد النفسه شخصيا، الطفله انحكم، ومع العلم مليارات بتنسرق من العراق، وناس جياع وبدون كهرباء، بدون تعليم، بدون صحة، بدون كل شيء ماكو. يعني حتى التصحر هذا هم مبتعل، هم طيب. دي يستعلو. احنا شوف القنوات الشيعية هسه، شوفهم اللي بلا هذا. شوف ابو عبد الله، لا بلا هالاستخدام. انا ضد هذا الطرح. موضوع التوصيفات لا ما اوصف احد والله، لا والله. أنا قنوات تابعة لبعض الأحزاب، يعني بالمختصر أحزاب. أحزاب عندها توجهات خاصة، يعني يشتغلون طيب. بس على النمط هذا. نعم. بس على النمط. شوف، ما حتى التصحر، شوف أتحدى أي إذاعة من هذه الإذاعات يقول إنه رافد واحد من إيران مسدود، مع العلم كلها مسدودة من إيران. طيب. المي. أنا ماشي. أنا أكتفي ويا حضرتك بهذا القدر. شكرا جزيلا أبو عبد الله من أربيل. سريعا نقرأ رسالة من أحمد من مصر، يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة للنزعة الطائفية في العراق سببها الطبقة الحاكمة والاحتلال الأمريكي لسرقة خيرات الشعب. رسالة أخرى من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، وافقت حكومة مصطفى الكاظمي على رواتب تقاعدية ل 14 ألف مقاتل من حزب الله، هؤلاء الذين قتلوا الشعب العراقي، ورفضت تقديم المساعدات لأبناء الشعب العراقي، وقامت هذه الحكومة بسلب خيراته للأجنبي، ماذا تنتظر يا شعب العراق؟ مشاهدينا الكرام، نصل بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بملف جديد، بموضوع جديد، وبوسم جديد سيتم تداوله من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقناة الرافدين الفضائية، فانتظرونا ونلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.